الذي يعني يعتبرونه انه لن يتغير ولم يتغير. انت اليوم متواجد في المانيا، وشانك شان اي لاجئ افغاني في بقاع الارض التي انتقلوا اليها. هل انتهى دورك؟ هل تعتقد ان دورك انتهى مع خروجك من افغانستان ووصولك الى بر الامان اليوم، ام ان هناك مسيره انت ستقوم بها بغية تحرير افغانستان اذا صح القول من حكم نظام طالبان؟ صحيح، انا بنفسي اعتقد كل شعب الافغاني لديهم دور متميز ضد الطالبان وضد احتلال الطالبان، سواء خارج افغانستان وسواء داخل افغانستان. نحن نشاهد هو يعني يتشكل عن جبهة المقاومة الأفغانية برئاسة أحمد مسعود، وأيضا بعض الدياسبورا وبعض اللاجئين أفغانستان في خارج أفغانستان لهم يعني يلعبون الدور المتميز لأجل تحرير أفغانستان من الاحتلال. أنا بنفسي أنا سألعب عن دوري لتوعية الشعب الأفغاني لتوعية الشعب الأفغاني حول الوجهة الحقيقية للطالبان والوجهة الحقيقية للجماعات الإرهابية، كما أنا فعلت هذا في زمن الحكومة السابقة. وأيضا أنا سأحاول كمثل الدوري سأحاول لأعرض الوجه الحقيقي التي بما فيها هو تنسيق الطالبان، الحركة الطالبان مع الجماعات الإرهابية الأخرى لبعض الملازمات، بعض المعاهدات الدراسات وبعض الجوامع في كل العالم، جامعات في كل العالم، لتعريف طالبان كمثل الحركة الإرهابية لديها التنسيق مع التنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى. هذا دوري، هذا وظيفتي ومهنتي. لا